لاج عندكم لا بوليسيون عندكم لو ديفلوبمون دورابل يعني هاد المسائل ماشي جديده عليكم وحتى بالنسبه لهاد المسائل يعني الابداع ولا تقدروا ديروا فاسيلمون لان حتى في الانترنت ولا بارتو كاين هاد المسائل هادو يعني الانسان يحاول يطور واحد الفكره يتبناها ويبدع لنا شي مسائل بحال ما قال الاستاذ شي مسائل اللي نقدروا نزينوا بها الفضاء ديالنا ولا مثلا القسم بحال مثلا هذوك البونبونات ديالهم نقدروا نصايبوا منهم حتى مثلا دي بتيت بوبال دي بوبال مثلا للقرصان عوض مثلا تبقاو كتنوضوا كاع من المقعد الاخر كتجيو حتى الاخر باش تربيو لي بوبال مثلا ديروا واحد المجموعه ديال لي بوبال في الاقزام يكون داكشي شكل جمالي وفي نفس الوقت باش القسم ديالنا والمؤسسه كامله تكون نظيفه مش غير هاد المسائل تقدر مثلا مسائل تاع الزينه بدي هنا لهاد الفضاء هذا نعرفوها على الحائط ومهم حنا بغينا نشوفوا الابداعات ديالكم فين غادي توصل وبحال ما كاين في القران الكريم وفي هذا فليتنافس المتنافسون يعني غادي نشوفوا اكبر عدد ديال المساهمات وغادي حنا نختاروا احسن ابداع ان شاء الله صافي اي بون كوراج بسم الله الرحمن الرحيم اولا الشكر للاساتذه الكرام جميعا كلمة بسيطة فقط ولكنها قد تبدو ذات أهمية كبرى. فكرة المشروع في حد ذاته هي فكرة أساسية وهي فكرة تنبني عليها حياة كل واحد منا لا سيما ونحن في زمن التحديات وأن أي واحد لا يمتلك أفكارا ولا يمتلك مشروعا ولا يمتلك حس تخطيط قد تكون جهوده وغاياته التي يرجو تحقيقها قد تذهب سدى ولذلك فإن فكرة المشروع في حد ذاتها تعد ترشيدا للطاقات وترشيدا للإمكانيات وترشيدا للموارد ولذلك نحن في هذه المناسبة سنتدرب على حس اعتماد المشاريع في تحقيق الغايات التي تمتد في الزمن ولعل الانطلاق من أولويات وأوليات في نفس الوقت المشروع من خلال فضاء المؤسسة المحلية شئنا فضاء مؤسسي سيؤهلنا من أجل الانطلاق إلى مشاريع محلية وربما مشاريع كونية لمنا إذا نحن نتدرب على حس التخطيط والتخطيط مهم جدا وأظن أن تلاميذ السنة الثالثة عالم في ما يتعلق بالدروس المنجزة أهمية التخطيط في تحقيق الغايات المرجوة الممتدة في الزمن ثم إن اعتماد المشروع في الحياة اقتصاد للجهود وحسن تدبير كما قلنا للطاقات والموارد إذا فلنأخذ هذا الرصيد الفكري المعنوي الذي يحفز فينا العمل من العمل التشاركي إلى إضافة إلى تحقيق غاية الانفتاح لأن الحديث عن الشركاء في إنجاز المشاريع يعد مهما جدا في الانفتاح ونحن أحوج ما نكون اليوم إلى الانفتاح موفقين إن شاء الله سبحانه وتعالى ولكل موجود معنا أنا سعد الحق الله يجزيك الخير إذا أقول بأنهم استوفوا جميع ما يمكن قوله في هذا المجال مجال الإبداع ومجال هذه المشاريع المهم أن هذه المشاريع بالإضافة إلى ما قيل هي مشاريع تعلمنا تحمل المسؤولية أننا نتحمل المسؤولية وكيف نتعلم تحمل المسؤولية من الآن وقد سبق لتلميذتي في السنة الثانية إعدادي أن أشرت إلى هذه المسألة تحمل المسؤولية بالإضافة إلى ذلك هذه المشاريع مثل هذه هي فرصة لنا بالنسبة لهذه الناشئة إظهار وإبراز الكفاءات والإمكانيات التي لهم بل هي مجال للانفتاح وكذلك مجال لإظهار وإبراز هذه الكفاءات في إطار تشاركي كما قال الأستاذ شيكر وكذلك إنها تمحو شيئا ما تلك العزلة والتي يشهدها مجموعة من التلاميذ بل إنها فرصة ثمينة للاندماج وكذلك
التحفيز والتشجيع اتباع التلاميذ على هذه المشاريع وعلى الأندية التربوية كذلك كما صنع. وبالإضافة إلى كل هذا المشروع هذا حماية البيئة وتدوير الأشياء المستعملة هي فرصة كذلك كما قال زملائي قبل ذلك من أجل تزيين فضاء المؤسسة بإبداعاتنا الخاصة نحن لنبرز ما لدينا وما يجب أن نقوم به. وكذلك هي كذلك تحفيز لتزيين حتى الفضاء عندك في غرفتك في المنزل عندكم كذلك وتعلمك المهارات اليدوية التي نحن في حاجة إليها أحسن من المهارة اليدوية التي نستعملها في الهواتف النقالة دائما. إذا من الأحسن أن نبين المهارة اليدوية ديالنا هذه المشاريع هذه وكما قيل بالتوفيق إن شاء الله نتمنى أننا نخدم مجموعين في واحد الإطار لا تنتشر فيه الروح المغادرة وكذلك روح التشارك وكذلك روح التعاون والتضامن فيما بيننا وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا للأساتذة المغاربة والشباب اليافع كما قال الأستاذ مصطفى المغادرة ديالهم. بغيت نقول لكم واحد النقطة، المشروع اللي غادي تخدموا عليه اللي غادي نختاروه انا غادي ندفع لكم المديريه الاقليميه ويقدر يحاز على جائزه. اذا بالتوفيق للجميع ونتمنى يكون تخدموا على شي مشروع اللي ينفعكم وينفع المؤسسه. دابا اسمع مزيان، اسمع يا مزيان، لأنه ملي غادي تسير لي جروب خمسة ديال المجموعات، ها؟ غادي نديرو خمسة ديال المجموعات، ياك؟ كل مجموعة غادي نقول الأسماء، أنا اللي غادي نقسم المجموعات، كل مجموعة غادي تخدم في واحد البلاصة، عندنا نصف ساعة غتكونوا مجدين هذاك الشيخ، وترجعوا تاني للأماكن ديالكم، وغادي يروح واحد من المجموعة، وغادي يشرح داك المشروع اللي وجد لينا، واش تفاهمنا؟ المجموعة الأولى إشكالية. نحن نواجه مشكلة تكاثر القرارات في فضاء المؤسسة، لذلك أنا ومجموعتي تطوعنا لكي نجمع هذه القرارات ونعيد تطويرها، ولكن نحتاج إلى ممول يشاركنا في مشروعنا. بطاقة التقنية صاحب المشروع مجموعة التلاميذ الأولى وثاني إعدادي. هدف المشروع إعادة تدوير القرارات لتزيين وإعطاء واجهة مثيرة وجميلة. مدة المشروع سنة 2020-2021. مكان المشروع بدأت مؤسسة الحداثة. شعار المشروع أصدقاء البيئة. الموارد البشرية القسم الثاني إعدادي المديرة ورئيس المؤسسة. شركاء المشروع شباب راشدون ممول المشروع. إشهار المشروع إذاعات مدرسية جرائد تافيتات في الأحياء. ميزانية المشروع البنوك المالية هناك صباغات التي تبلغ عددها وثمنها في 1000 درهم، أدوات مكتبية 2000 درهم، ولصاق كهربائي شمعي 2500 درهم، أدوات تنظيف 5000 درهم، والخشب 6000 درهم، ويجمع هذا المجموع في 16500 درهم. والآن سنمر إلى مرحلة المناقشة العامة وطرح الأسئلة. هل هناك من يريد أن يطرح
سؤال على أصحاب المشروع. فليتفضل، تفضل لنا، وقفي. الخشب. هما بغيت تسولي هما هما اللي جاوا. حيت النجار مشي عندو هو اللي غادي تحكي لنا ديك قطعة الخشب، يعني سنة كاملة تقدر تهز. ولكن مشي بلا 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 هما المشروع ديالهم هما عارفين شنو بغاو يديروا. انا غادي نحتاج واحد القطعة خشبية باش نوفروا عليها هذوك القريبات. على الفكرة اللي عندنا هنايا. واش القطعة الخشبية أساسية؟ نقدر نلقاوها برا وناخذوها عند النجار ونحتوها أي كيف. نقدم لنا نحن بتقديم المشروع. ارفع شوية الصوت تاعك. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن سنقدم المشروع في إطار النظافة القسم. نحن التلاميذات والتلاميذ المؤسسة الحادثة للتعليم الخصوصي. لفت انتباهنا ظاهرة الاختبارات طويلة والجدران الفصل. من أجل القضاء على هذه المشكلة قررنا إعداد مشروع خاص. وثيقة المشروع. أولا صاحب المشروع. مجموعة من التلاميذ المؤسسة. ثانيا هدف المشروع. الحد من ظاهرة التلاميذ في القسم. إتلاف جمالية الطاولات نموذجا. التربية على الحس الجمالي. الحس الجمالي المسؤول. ثالثا مدة المشروع الى امتداد السنة الدراسية. رابعا مكان المشروع اقساط الدراسة المؤسسة. خامسا شعار المشروع نظافة القسم صورة التلاميذ والمؤسسة. موارد البشرية التلاميذ والاستاذ الطاقم الاداري بمختلف مهامه وتربيته شركاء المشروع جمعيات اباء واولياء الامور التلاميذ زائد الجماعة المحلية زائد المؤسسات التعليمية الاخرى زائد جمعية الحل. سادسا إشهار المشروع نوادي المؤسسة البيئي الصحي الصحابي موقع مؤسسة الإلكتروني موقع إلكترونية جدة. تسعة ميزانية المشروع البنود المالية المبالغ الحاويات 500 درهم موارد التنظيف 5000 درهم مطويات وملصقات 4000 درهم المجموع 9500 درهم. علاش خدمتوا إطار ديال الصحة إعادة بيت إجاباته النفايات اللي كتلوث الطرفه. مثلا نهضروا على الاكياس البلاستيكيه، الى طرمات التربه خصها الاف السنين باش تحلت. علاش حنا كان عندنا الدوله ديالنا شنو دارت داك المشروع ديال زيرو ميكا اذا كنزرعوا فيها النباتات كنزرعوا فيها الخضار كنزرعوا فيها مجموعه ديال الاشياء، ولكن ديك التربه ملي كتلوث كتولي ضاره للبيئة وضارة بالتالي لمن؟ للمؤسسة للإنسان. حنا أصلا لأنه كان كنزرعوا في الأرض، ديك الأرض اللي كنزرعوا فيها إلا كان فيها الميكروبات وكان فيها مجموعة من الكائنات السامة ولا مجموعة من المواد السامة راه غدرنا حنايا. إذا هنا الناس بغينا نوعيو الدين نحيدو التلويث بشكل عام ديال الأقسام ديالهم. خصنا نحددوا المشاريع. المشروع الأول متعلق بالقارورات هذا مواجهة التلوث بصفة عامة داخل الأقسام. ممكن تكملوا لهم الشرح ديالكم؟ كملوا شي سؤال آخر؟ سؤال تفضل. هي سلات المهملات ولا سلات القمامات؟ هي السلات ديال اللي كنرميو فيها. تفضل
كنجمعوا فيه شوفوا فيها القرارات شوفوا وانت بهذا وين كنتو انت فين اسمع باش تفهم ديك السنه ديال المهملات كنلوحوا فيها دوك القرارات وكنلوحوا فيها دوك الورق ما عندناش شي مكان اخر نديروا فيها داك النفايات كنديروهم في سنه ديال المهملات باش من بعد يمكننا نمشيو نلقاو نخبو يعني كمكان لتخزين هذه النفايات الى حين العمل بها مفهومه علاش كنخدموا دوك سنه المهملات يعني الفكره باش نوصل انت كتقول لهم علاش بغيتوا ديك سنه المهملات حنا كنخزنوا فيها الى حين اعاده التدوير مفهومه الفكره اذا شكروا الزملاء الجروب ديالهم كاملين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الصلاه والسلام على اشرف المرسلين نعاني في مؤسسة الحياة للتعليم الخصوصي من مشكل تكاثر أكياس بلاستيكية لذلك قررنا البحث عن ممول يساعدنا في انتشار البلاستيك الأكياس البلاستيكية داخل المؤسسة بطاقة تقنية صاحب المشروع مجموعة من الأصدقاء من المستوى الإعدادي بالمؤسسة الهدف من المشروع القضاء على الأكياس البلاستيكية مدة المشروع سنة كاملة مكان المشروع مؤسسة الحداثة شعار المشروع لا لتلوث بيئتنا الموارد البشرية تلاميذ من مستوى الإعدادي الأساتذة المديرة شركاء المشروع سهى أبوغلي ياسمين مسعدية ملك فارس إيمان حمديني فات بوزيدي إجاز الشركي صهيب سيدي إشهار المشروع سوشيال ميديا ميزانية المشروع البنود المالية سدات المهملات مواد التنظيف المبالغ سدات المهملات هي 2000 درهم مواد التنظيف 5000 درهم المجموع 7000 القضاء على الأكياس البلاستيكية شوفي هو حنايا الأكياس البلاستيكية نصنعوا لهم شي حاجة لا شوفوا ودي راه القضاء عليها إلى حين الانتهاء منها شحال فوقاش حنا مثلا في المغرب درنا زيرو ميكا راه تقريبا شي 3 سنين ولكن الميكا مازال كتباع مازال ملي كتمشي أنت كتشري جابيل من الحانوت كيعطيك ميكا إذا مازال ما سالينا مازال حيت القضاء ما يمكنش نساليو عليه غير التدوير نجمعوا كاع الميكات اللي كاينين في السوق ونديروا بهم التدوير راه ما غاديش نساليو ولكن حنا غنحاولوا فقط الحد من انتشار الأكياس البلاستيكية حتى هما نفس الشيء هما اللي داروا ما قالكش غادي نفضوها كاملة ولكن غادي نحاولوا نقصوا من شنو درتوا الأكياس البلاستيكية غادي نحاولوا نحدوا من الأكياس البلاستيكية داخل المؤسسة على الأقل من خلال جمعها في سلة المهملات من خلال تنظيف الأماكن التي كانت تتواجد بها الأكياس البلاستيكية وطريقة التدوير يمكن حيت باش نفهموا هذه الورشة نظرية من بعد غادي نديروا ورشة تطبيقية إن شاء الله مع السي محمد والسي عبد الحق وكذا غادي نحاولوا نديروا تدوير النفايات ديال القارورات ديال الميكات ديال وديك الساعة غادي نعرفوا ثلاثة الإشكالية نحن المؤسسة لاحظنا وجود وتناثر عدد النفايات من بينها القنينات البلاستيكية والعلب الكرتونية لذا قررنا إنشاء مشروع ضمن أجل لإعادة تدوير هذه القنينات النفايات لصالح البيئة والمؤسسة المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية إذن البطاقة التقنية صاحب مشروع تلاميذ الأولى والثانية إعدادي هدف المشروع لزوجكتيف sensibiliser les jeunes d'aujourd'hui qui seront les citoyens de demain à la protection de la nature, l'environnement et la préservation des ressources naturelles. Mais مدة إنجاز المشروع هي الدورة الثانية مشروع أفران لسوري أنوخ إتابليزمون سلسلة الموارد البشرية تنمية السنة الأولى الثانية إعدادي وإداري
شركاء المشروع هو الأطوط الإدارة والأطوط التربوية وولياء الآباء والتلاميذ والمياه والغابات. فمن هذا الإشهار المواقع التواصل الاجتماعي، المقويات، المنسقات، الإباعات المدرسية، تزيعات المويات، البنود المالية والمبالغ، القنينات الكرتونية، المجاني، المبلغ المجاني، المطويات والزائد المنسقات، المبلغ 1000 درهم، والأدوات المكسبية المبلغ 1000 درهم، والطرب والنباتات 0 درهم، المبلغ 0 درهم، والمجموع 1000 درهم. أصحاب المشروع بوتيس محمد بوكنوز، ريان توشن، لينا مولاي، فرح البوزيلي، فرح مزوزي، تحت إشراف أستاذة ملكة جواو، الأستاذ محسن. في إيجاد خلق فضاء بيئي ونظيف داخل المؤسسة، فكرنا في إيجاد حديقة خاصة بنا كي نضيف زينة للمدرسة، واعتبارا أيضا أن النباتات تمدنا بالأكسجين وتسحب ثاني أكسيد الكربون، لذلك قررنا البحث عن ممول لهذه الفكرة التي نريد أن تكون مشروعا متمثلة في القارورات. بطاقة تقنية، صاحب المشروع مجموعة من تلاميذ مستوى الإعدادي بمؤسسة الحدثة. الهدف من المشروع خلق فضاءات خضراء بالمؤسسة. مدة المشروع دورة الثانية الموسم 2020-2021. شعار مؤسسة من أجل مؤسسة خضراء. مكان مشروع فضاء مؤسسة الحدثة. الموارد البشرية، الأساتذة، التلاميذ، الطاقم الإداري والمستخدمين بالمؤسسة. إشهار المشروع، المواقع الإلكترونية، اللافتات والإشهارات، صفحة المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي. شركات المشروع، السيد محمد بوكنوز رئيس المؤسسة. ميزانية المشروع، شراء نباتات 5000 درهم، شراء مزهريات مجانا، الاتصال والتقنيات 500 درهم، معارف مختلفة 1000 درهم، مصاريف مختلفة 1000 درهم، المجموع 6500 درهم، تحت إشراف الأستاذة مجيدة من موسى والأستاذ مصطفى من تلكوت المسؤول. فيها في سؤال تفضل فارس. سنتمس الموضع تلكم عليه، بغينا نخلقوا مركب فوار، بغينا نعطيها المساحة الخضراء. خلق مساحة خضراء داخل المؤسسة. نبتات القارورات نقطعوهم ونديرو فيهم مثلا تراب وشي بدا هكا فرش وردة ولا هكا تحت نزيلة المؤسسة. بالطبع اللي جمعت واحد تلة من التلاميذ ديالنا، من خير التلاميذ ديالنا، وكل شيء هادشي هذا باش نعطيو واحد النفس جديد للمؤسسة. بالطبع كتعرفوا بان العمليه التعليميه كتمشي في تحسين الدروس، ولكن هناك ما يسمى بالانشطه الموازيه، لان التلميذ طبعا من خلال الدروس ديالو كيحس نسبيا بالملل. هذه الانشطه هذه كتساعد التلميذ على التحسين. بالطبع انطلاقا من اليوم العالمي لاعاده التدوير فكرنا بهذا العمل هذا، وبالطبع هناك انشطه كثيره اخرى مبرمجه وسنوافقكم بها فيما بعد. إذن هذا أول مشروع بدينا به، وإن شاء الله كاين مشاريع اللي سمعناها مشاريع ممتازة قابلة للتنفيذ. إذن هذا الشيء هذا كيرتكز على الكفاءة ديالكم والحماس ديالكم. بالطبع من خلال المعاينة اللي درت شفت واحد المجموعة تاع التلاميذ اللي متحمسين لهذا المشروع، وإن شاء الله سنتوفق بإذن الله وغادي نوصلوا للمنتقى ديالنا. فرصة أخرى إن شاء الله، وشكرا للجميع.